فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع وقد صف الناس في الصف الثاني ولم يكتمل الصف، إذا دخلت المسجد والإمام راكع وقد صف الناس في الصف الثاني ولم يكتمل الأول بعد، يقول: فهل لي أن أصف مع الناس في الصف الثاني أم علي أن أذهب إلى الجهة البعيدة في الصف الأول وربما فاتتني الركعة؟ نعم، تسعى إلى الفرجة لتسدها، وهم الذين أساءوا في عدم سدها أسقطوا حقهم، فلك أن تتخطاهم تذهب إلى هذه الفرجة لتسدها، وقد جاء في هذا فضل عظيم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.